كلوار كبير ونص الساعة. السلام عليكم خوتي الاعزاء، كنتمنى لكم تكونوا مزيانين بخير وعلى خير. كنشكركم على التتبع ديالكم معنا في قناة ايموبيلي توجي، تابوناو باش يوصلكم الجديد وباقي الخير من قدام. كاين هاد ابارتومون اللي للبيع، عايدة فيلاج جات في سط فيلاج. هاد ابارتومون جات مشمشة في الطابق الاول كطلع على الشارع، كتكون ثلاثة د البيوت، الصالة كبيرة ومتسعة، الحمام كوزينة عندها بالكون. تبعوا معايا غادي نصورها ونعطيكم كلشي بالتفاصيل. المساحة ديالها 98 متر، الطابق الأول. العمارة محروسة بكاميرا ديالها، عندها العساس د الليل والنهار. تبعوا معايا هنا كاينة الصالون، بارطمان جات مشمشة كطلع على الشارع، مصلوحة ونقية. غادي تجي وغادي تسكن، ما عندك ما تصلح ما عندك ما تخسر. كتواجد في الطابق الأول. قلنا كتكون ثلاثة ديال البيوت، 98 متر. بسم الله. هنا كاين بيت الأول. ها بيت الأول، هبيت الاول. هنا انفاس معنا كاين الحمام، الحمام هنايا كاين الكوزينه. هاد لافادورا ما كتمشيش معاها، ولكن هاد بلاكاريس هادشي كلشي كيمشي معاه، فران كلشي الا الثلاجه، الا عفوا لافادور. ها هي في الصاله ديالها مزيونه، الكوزينه كطل على وسط العماره. هنا كاين البيت الثاني، هاد البيت الثاني هذا البيت الثالث. ها ثلاثه د البيوت. البيت الثالث كيصافي من بالكون، كما قلت لكم بارطمان بالكون. الطابق الاول شي حاجه في مستوى النقاء والله يبارك. هنا كاين الحمام، جوج الحمامات فيها. ها الحمام، هنا بانيرا، الثمن ديالها 85 مليون. الا بغا شي واحد مرحبا، نعملو موعد مع السيد وتجي مرحبا. ثلاثة ديال البيوت. الشمس كتشرق وكتغرب فيها، كتقاي النهار مشمشة هي تتبارك الله. هنا كاين البالكون، ها البالكون. ها البالكون، سيه 98 متر، يعني بارطمان كبيرة تبارك الله. 98 متر، كتكون ثلاثة ديال البيوت، الصالة كبيرة ومتسعة، جوج ديال الحمامات، كوزينة، بالكون. ابارتمون كتواجد في الطابق الأول، العمارة محروسة بكاميرات والعساس ديالها، السانديك ديالها. ابارتمون جات مشمشة في موقع رائع، عايدة فيلاج حدا سط فيلاج. شي حاجة في مستوى النقاء والله يبارك. كما قلت لكم الثمن ديالها 85 مليون. الا بغا شي واحد مرحبا، الله يسهل على كل واحد والله يرزق كل واحد. الارضيه ديال الزليج يعني بارطمان نقيه، ادخل ما تصلح ما تخسر. ها الرقم عندي في الواتساب 06 00 19 06 90.
انا قلت لكم لي فلوس هو جدي مرحبا يجي يشوف بارت، ما ليش شاف الفيديو هو اللي كاين. نلاقيك بالسيد تفاهموا مع بعضياتكم.